اهلا الطيبين، اهل السودان، مرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجكم مطبخ الشرب. زي ما عودناكم حنعمل وصفات واكلات متنوعه ومختلفه، ومعانا شيفنا، شيفتنا آية. ازيك يا آية؟ الحمد لله. كله تمام؟ الحمد لله. هلا ناويه تعملي لنا شنو؟ تتحفينا بحاجه جديده شنو؟ اهلا بكم في حلقه جديده من مطبخ الشروق. شعب السودان كل سنه وانتم طيبين ووحشتونا. النهارده هنعمل ايه؟ هنعمل قرنبيط، بس هنعمله بكذا طريقه. اوكي. يعني هنعمل قرنبيط بلحمه مكعبات زي الكمونيه. اوكي. وفي كمونيه في السودان. ايوه اكيد عندنا اهم حاجه في العيد الكبير. بجد؟ والله. طب كويس. وهنعمل قرنبيط بطريقه تانية كده في صينيه مع لحمه مفرومه ويدخل الفرن، وهنعمل شوربه عدس. يلا بينا نبتدي. نبدا. يلا بسم الله. ماشي. بسم الله. اول حاجه هنبدا هناخد كده ده القرنبيط. ده القرنبيط. ممكن لو ملقي نوع بتاع الخضار السوبر ماركت، اي سوبر ماركت كبير ممكن يكون فيه، او ممكن كمان موجود اكياس مجمده، لانه شويه عندنا في السودان مش اي باي زول بتاع خضار عنده، فممكن يتوفر في السوبر ماركت. هناخد نصها للحمه اللي هي هنعملها زي الكمونيه. انا عايزاها صحيحه، مش صحيحه بس يعني عايزه الزهره بظهرتها كده، مش فاحاول على قد ما اقدر ان انا اخدها زهر، برضه مش هخليه كبير قوي بس هخليه مش صغير علشان ما يتهريش مع اللحمه، لان احنا اللحمه برضه ايه هتاخد وقت شويه. فاول حاجه هنعملها هنحط كده دي على النار تسخن لحد ما نقطعه، نفصله بس كده، نخليه حجمه يعني معقول، مش كبير قوي وفي نفس الوقت مش صغير قوي، لان التانية اللي احنا هنعملها باللحمة المفرومة هنخليه اصغر شوية. اوكي. طبعا برضو واحنا بنعمل اكل بنخلي بالنا انه انا لازم الحاجات تكون متناسقة مع بعضها، يعني انا بعمل خضار بعمل لحمة، فهستخدم لحمة مفرومة هستخدم لحمة مكعبات، لازم ابقى كل حاجة تكون متناسقة كده مع بعضها. فدي بما انها هتبقى مع لحمة مكعبات فهكون محتاجة حجمها معقول شوية. اول حاجة طبعا زي ما احنا متفقين ان انا لما باجي استخدم لحمة لازم اديها صدمة، يا اما لو هسلقها، فطالما مش هسلقها انا عايزاها، مش عايزة اسلقها في شوربة كتير واخد شوربة، انا عايزة اخد كل الجوس والعصارة اللي هتنزل منها استخدمها في الاكله بتاعتي، تبقى هي اللي ينزل لي منها الدريسنج، الفايده كلها. بالظبط. محتاجه اقطع اللحمه، هنحط دي بس كده عشان ما يبقاش ايه الخضار، السكينه بتاعت اللحمه هقطعها، مش هخليها كبيره قوي، برضو احنا قلنا ان احنا بنقطع اللحمه عكس اتجاه النسيج، النسيج اهو انا هقطع عكس اتجاه النسيج، مش هخليها صغيره قوي ولا كبيره قوي. ايوه ساعتي. برضو ايه دي، انا اهم حاجه ان اخر قطعه للحمه تبقى عكس اتجاه النسيج، انا دي عريضه فهقطعها بالطول وبعد كده اشوف محتاجه اقطعها ولا لا. تهيألي كده كفاية. كده حلو. بفردها برش عليها رشة ملح ورشة فلفل اسود، والزيت بتاعي لازم يسخن حلو علشان ندي اللحمة صدمة. أنا في صدمة. أيوة. اللحمة ما بتتغسلش، احنا اتفقنا بقى على النقطة دي خلاص. لازم اللحمة تكون بيضة. طيب يا شفايا، اللي انت في النقطة دي حطيتي البهارات قبل الصدمة.
مش بهارات، الملح والفلفل الاسود لما برشهم وهي بتنزل على الزيت بيساعد على كرمله اللحم. انا ما تبلتش ما عملتش حاجه. نشيل بقى مكان اللحمه دي. لما بحط اللحمه تاخد صدمه ما بقلبهاش غير لما لونها بيحمر خالص من الناحيه اللي انا حطاها، وابدا اقلبها على كل الاتجاهات. للصف انا كده حضرت القرنبيط بتاعي، هكون محتاجه الكمون والثوم جاهز وحاجتي جاهزه، محتاجه حته جزر بس عشان امكن الموضوع. اقطعه برضه عشان نستحمل السوا. هحتاج حته بصله، نص بصلايه بس، وهقطعها جوليان رفيع خالص. جوليان يعني شرايح رفيعه قوي. اشيل بس الحته دي بتمرر في البصل، ممكن ما بناخدش بالنا بس الراس بتاعت البصله دي بتمرر فيها، فممكن نشيلها احسن. اللحمة كده نشوف، اللحمة كده خدت لون اهي، هبدا اقلبها. هقلبها على الناحية التانية. نجيب حاجة بقى نطلع فيها اللحمة. الأرنبيط ده يا شيف عندكم في مصر بيتعمل مخلل ثابت في المخلل صح؟ في بيتعمل مخلل، في ناس بتاكل مخلل، والأرنبيط عندنا مش موجود طول السنة. والله؟ يعني أوقات وأوقات زي الملوخية عندكم برضه كده. مواسم، بس في الموسم لما بيكون مش موجود في موسم بيكون موجود فروزن زي الأكياس الجاهزة بتكون موجودة. اللحمة كده خدت صدمة، لونها بقى حلو قوي، واللحمه لما بحطها تاخد صدمه بتنفخ كده، دي العصاره بتبقى خلاص اتحبست جواها والحله ما فيهاش ميه خالص، مكان المكان بس الزيت. اهم حاجه ان اللحمه او الفراخ او اي حاجه بنديها صدمه ما تجيبش ميتها. انا هزود شويه زيت. وبعدين هحط البصل. هحطه شويه ياخد مكان اللحمه عشان يديني النكهه اللي بتبقى جواها او مكان يعني الحله. طيب يا شيف كده كلمينا شويه عن الاكلات الشعبيه اللي عندكم المشهوره والاكلات الثابته في رمضان، وفي وجبة أساسية لازم تتعمل في رمضان في اليوم الأول في رمضان. مصر عندنا كلها تقريبا أول يوم رمضان بتاكل محشي وبط. لازم محشي وبط، أو يعني نسبة كبيرة جدا من الناس أو البيوت المصرية دلوقتي محشي وبط. من الأكلات برضو عندنا بتكون مشهورة قوي في رمضان المكرونة بشاميل. الحاجات النواشف أكتر بتكون بتلاقي معظم البيوت بتاكلها، لأن النواشف يعني الحاجات الخفيفة السهلة، يعني تلاقي قليل أول ما تلاقي حد بياكل طبيخ، قليل لما تلاقي حد بياكل حاجة تقيلة. الناس بتبقى صايمة عايزة الحاجات الخفيفة، السمبوسك، السبرينج رول، بطاطس محشية، حاجات كده سريعة على طول. بس المحشي ثابت يعني؟ المحشي أول يوم رمضان، بس إحنا ما بناكلش محشي، بس أول يوم رمضان معظم الناس بتاكل محشي. هحط الثوم، فصين ثوم مفروم، واقلب. هحط
سنة مية نقطة بس عشان ألم بيها الجو اللي طالع من مكان اللحمة. بص بدأ يطلع ازاي من الحلة ولما يغمق. بدأ البصل يتكرمل معايا ومكان ال هنزل باللحمة. مش هحط القرنبيط دلوقتي لان القرنبيط مش هياخد سوا زي اللحمه، بس هحط رشه فلفل اسود وهحط واحده ليمون ناشف وهحط شويه ميه تكون سخنه يا دوب مش تغطي اللحمه، يعني توصل لاخرها كده، وهنغطي عليها. وهننقلها، هنولع بقى هنا وهنوطي وننقلها ونشوف وصفتنا التانية ايه. خلي دي كده هنا بتاعت ارنبيط. تاني حاجة هنعمل شوربة العدس، سهلة جدا جدا وبسيطة. هنحط 2 كوب مية وهنحط كوباية عدس، كوباية الا ربع عدس. السادة المشاهدين برضو الوصفات كلها قدامكم، والحبيب يكون معانا خطوة بخطوة واكتب في الورقة والقلم برضو كويس. وهنحط بطاطساية وجزراية وبصلاية. بس موضوع سهل وبسيط جدا، هنقفل عليه لحد ما العدس ما يستوي، وبعد كده نفتحه ونضربه ونشوف بقى هنعمل ايه، وهنعمل له البصل بقى المتحمر بتاعه والحركات وكده. وبنقفله كده في النار بدون ملح بدون اي حاجة، بعد ما بيخلص خالص بنتبله. تمام. برضه هننقله على عندي. نطلع فاصل؟ نطلع فاصل. أعزائي المشاهدين فاصل ونواصل. ورجعنا لكم بعد الفاصل ونواصل مع آية. شايف آية؟ كده احنا العدس على النار، اللحمة اللي قلنا هنعمل كمونية بالقرنبيط على النار، ونعمل الوصفة الثالثة. بس خلينا كده نشوف اللحمة. تمام، حلو قوي. احنا بس ايه محتاجين نوطي عليها سنة عشان العين دي عالق كبيرة. ايوة. كمان ممكن دلوقتي ننزل بالقرنبيط، هي كده بقى تقريبا بقى لها ساعة على النار. نقلبها بس، مش هزود مية، يعني هي كده القرنبيط طالع فوق المية، بس انا مش هزود مية علشان عبال ما اللحمة ما تستوي يبقى في نفس الوقت القرنبيط استوى من البخار اللي طالع منها. وفي الاخر خالص هنشوف هنتبلها ازاي. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنعمل القرنبيط باللحمة المفرومة. هناخد حتة قرنبيط مش كتير عشان احنا هنعمل طاجن صغير شوية. برضه هشيل العرق بتاعه، مش عايزة فيه عروق. وده بقى انا عايزاه صغير، فهحاول ايه ان انا اقطع الورد بتاعه صغير على قد ما اقدر. نعمل حاجة كده ايه مختلفة.
انا بحاول اخد الورد انا عايزاه صغير كده علشان اقدر ان انا اعمله رقات، فبطلع الورد بتاعه. التركية بقى كلها في الصينية دي او الطاجن ده هتبقى في الصوص اللي هيتحط عليه في الاخر. يعني اللحمة هتكون متعصجة عادية جدا ما فيهاش اي حاجة. القرنبيط هشوحه، هنشوف برضو دلوقتي هنشوحه مع بعض ازاي. انا بحاول بس اخده كده حتت صغيرة. تمام كده تمام. اول حاجة هنعملها ان انا هشوح القرنبيط. القرنبيط من الحاجات المفيدة جدا واللي للأسف كتير ما بياكلهاش، واحنا اصلا يعني حتى عندنا في مصر كتير ما يعرفش القرنبيط غير القرنبيط اللي هو قرنبيط مقلي بدقيق وبقسماط او في محطوط في خلطة ومقلي ويتاكل جنب مسقعة. فاحنا حتى كتير مننا ما بيحبش طعمه، ما جربش ان هو مش مشهور عندنا في مصر باكلات مختلفة او بوصفات مختلفة. برضه احنا كده الشعب السوداني برضه هيكون يعني شوية غريب عليه او ما كله هيحبه او كله يجربه، فبالنسبة لهم دي حاجة جديدة ممكن هم يشوفوا انه كويسة ولا لا. انا بحس ان القرنبيط من الخضار اللي مظلوم قوي. مظلوم يعني هو حلو ويا جماعة هو بيتعمل بطرق كتير قوي غير اللي احنا واخدين عليها يعني، بس للأسف حاجات احنا ما تعودناش عليها. ممكن نفتح دي شوية علشان البخار يطلع. هو البروكلي برضو نفس البروكلي. عايز اعلق اقول البروكلي عايز اعلق لك اقول لك بيشبه البروكلي. ايوه البروكلي من الحاجات العظيمة برضو، فيه فايدة مفيدة جدا. بالظبط. انا هحط معاه فص ثوم مفروم. الحلة افتح الغطا بتاعها، احط شوية ملح شوية فلفل. هحط رشة قرفة بسيطة قوي. عارفة يا شيف انا اول مرة اصلا اعرف انه هو ممكن يتعمل كده ويطبخ. انا كنت عارف انه هو ممكن يكون مخلل بس لا، احنا عندنا هحط حتة زبدة. عندنا بيتعمل بيتحط في زي عجينة كده ويطلع يتقلي في زيت كتير وبيتاكل. يعني عندنا يعتبر من الاكلات الشعبية، بيتاكل مع مسقعة مع طعمية. لكن هو يعني هو بجد من الخضار المظلوم. هو حلو يا جماعة مش وحش. جربوه يا جماعة، جربوه ورونا رأيكم، ان شاء الله يعجبكم يا رب. يعني انتوا عندكم في السودان ما بتاكلوش اصلا؟ قليل جدا يعني الا تلاقي في السوبر ماركت او خضار بتاع خضار كويس، يعني ما كل الناس تعرفه ومكتشفه. لا والله حاجة انا عمري ما كنت بحبه حتى بالطريقة اللي بقولك عليها. أيوة. عمري ما كنت باكله، بس يعني على كبر ولما عرفت وعرفت فايدته وجربت ان انا اكله فبطرق مختلفة وباشكال مختلفة لقيته حلو. الراجل مش هيقول لا. يلا النهارده هنجرب الطريقة دي. ايوه ان شاء الله. وعلى فكرة طعمه في المخلل برضه حلو. يعني طعمه في المخلل حلو طبعا المخلل. احنا هنشوحه بس كده وهنحط شوية شوربة. يا دوب انا حطيت معلقتين زي بتوع الاكل علشان يطرى بس شوية. انا حطيت بس شوية مية يطرى وبعد كده نجيب بقى الطاجن اللي هنغرف فيه او الصينية او اي حاجة. انا هحط بس نص الكمية لان هو لسه هيكمل سوا، بقية السوا هيكملوا في الفرن. هحط نص الكمية. وهحط النص التاني في البولة هنا. وبعدين هرجع اعمل مكانه اللحمة. هزود شوية زيت. ايه
هي سخنة بس هسيبها برضو ايه الزيت هيقلل من درجة حرارة الطاسة، فانا هسيبها بس شوية وبعد كده هحط شوية اللحمة اللي انا عايز استخدمهم. هحط على اللحمة رشة قرفة ورشة كزبرة، فلفل اسود، شوية جنزبيل، وفص ثوم مفروم، وهقلب. طبعا قلنا ايه اللحمه تاخد الصدمه وبعد كده نقلبها. انا برضو مش هسوي اللحمه قوي، انا هسيب اللحمه يا دوبك تاخد صدمه ولونها يغير وهحطها تكمل سوا في الفرن. وكده هي اللحمه كده خدت الصدمه، هنحطها ننزل بيها هنا كمية طبعا زي ما احنا ايه متفقين زي ما احنا عايزين، يلا شوية دول. وبعد كده هحط بقية القرنبيط ونعمل بقى الصوص بتاعه. نطلع فاصل. نطلع فاصل اعزائي المشاهدين، خليكم قاعدين، فاصل ونرجع لكم. نواصل نكمل وصفتنا. يلا احنا حطينا القرنبيط، هنعمل بقى الصوص. هحط مكعب زبدة، طبعا ايه مش هستنى ان هو يسيح، هحط عصير الطماطم وهحط بقى الحاجة اللي اغلب هيقول ان هي غريبة. هنحط ايه؟ ايه هي؟ هنحط معلقة مستردة. ايه؟ وهنحط معلقة عسل. دي طعم تيست كده. بالظبط. معلقة عسل. هنقلبها. ممكن سكر عادي صح يا شيف؟ ممكن سكر بس العسل أحلى. العسل بيدي طعم أحلى كتير. وهحط رشة قرفة، هحط رشة جنزبيل، رشة فلفل اسود، هنحط الملح، هنقلبها. مش هسيبها تتسبك قوي علشان انا كده كده هدخل الطاجن الفرن يتسبك. هحطه بقى على الطاجن، بس لازم احط كتير علشان اسيبه
يعني بعد ما احط اتاكد كده انها نزلت جواه عشان هو من جوه ما فيهوش اي صوص. احط بس شويه كده على القرنبيط ده، نمسحه بقى عشان لما يدخل الفرن ده ما يتحرقش، نمسحه من بره عشان المنظر العام. هغطيه وهحطه في الفرن بغطاه، وفي الاخر خالص هبقى اشيل من عليه الغطاء. هنحطه على درجة حرارة 180، هياخد تقريبا نص ساعة في الفرن. بشغل عليه الفرن من فوق ومن تحت. نطلع فاصل ونرجع نكمل. اعزائي المشاهدين خليكم في مكانكم، فاصل ونرجع لكم. حبايبنا الحلوين رجعنا لكم من تاني بعد الفاصل، نواصل مع شيفنا. نبص بس على الاكل. ايوه دي تمام زي الفل، والعدس تمام. هنعمل بقى البصل. سمع الصوت؟ سمع الصوت، طاجن بيشتكي. هنعمل البصل اللي هنستخدمه للعدس. ناخد بولة هنحط فيها البصل، وهنحط رش الدقيق بسيطة قوي. اي طحين؟ ورشة سكر، سكر رشة، ورشة ملح. وده البصل اللي هنقليه اللي هيبقى فوق شوربة العدس. هنقلبهم حلو قوي. ممكن نحط نشا، هيطلع كريسبي وهيطلع يقرمش كده وحلو. نقلبه حلو قوي كده. احنا عملنا الدقيق، هنحط بقى الزيت عشان نحمره. طاجن في الفرن شغال. ايه عمال يلعب لعب. ايوه. وهضرب شوربة العدس كده معانا خلصت، هضربها. عندنا بولة صح صح صح. ايوه كده ضربنا العدس، هنفضيه في بولة، او يعني نعمل اللي هعمله فيه ده في حاجة تاني، بس انا هفضيه في بولة. دي المعلقة بتاعت العدس.
وهرجع احطها على النار. هحط زيت وهحط فص ثوم مفروم. هحط فص ثوم، دي بقى ايه الحبشتكنات الاخيره دي اللي هي بتاعت الدلع كله كده. هسيبه يحمر، نشوف كده هنا. تمام، هنزل بقى بالبصل هنا، هنزل بالبصل. تمام، انا حطيت الثوم يتحمر. احنا كده بنخلص العدس. عملنا ايه؟ احنا حطينا العدس الاصفر مع بصله مع بطاطسايه مع طماطمايه مع جزر، وسبناهم على النار لحد ما استوى. تقريبا خد 35 دقيقه ضربناه، وبعدين حطينا الثوم في الزيت يتقدح، مش يعني يا دوب يبدا يبقى لونه ذهبي. هنزل عليه بالعدس تاني. ايوه ايوه التيش دي. بس خلص معانا العدس بقى زي الفل اهو. هنجيب البوله بقى اللي هنغرفه فيها. وهنغرف العدس بتاعنا. ريحه الثوم اول ما نزل خطيره. نغرف العدس وهنزينه بالبصل المحمر. ويا سلام بقى ايه لو جنبيه حته عيش كده متحمص وبصل بقى احمر يتاكل كده معاه. سلام، حاجه كده ايه دلع. مع رمضان الشوربه دي حاجه مهمه حلوه. بالظبط. ممكن نطلع فاصل قبل ما البصل ما يتحمر؟ طيب يلا اعزائي المشاهدين، هنطلع لكم فاصل ونرجع نشوف عدسنا. رجعنا لكم من الفاصل، نواصل. احنا ما عملناش حاجة غير ان احنا طلعنا البصل من الزيت. هنحطه بقى كده. عايزة بس بصوا البصل كريسبي ازاي وبيتقطم معايا لا حاجة كده. لازم كده الدلع. بس ايه صلاية كده كده. اول حاجة معانا خلصت. كان معانا الطاجن اللي حطيناه في الفرن، الارنبيط اللي عملناه باللحمه المفرومه، شوحنا الارنبيط وعملنا اللحمه المفرومه، حطينا عليها توابل وثوم مفروم، ما حطيناش اي حاجه تاني، وشوحنا الارنبيط برده بسن الثوم وملح وفلفل وكزبره، وعملنا الصوص اللي كان عصير طماطم وعسل ومسترده وملح وفلفل وكمون، وحطيناه عليه ودخلناه الفرن ونشوفه عمل ايه. انا بس في الفاصل شلت الغطا علشان خاطر وشه يحمر شويه. ريحته خطيره، العسل مع المسترده بتدي طعم بجد بجد خطير، لازم تجربوه. نحط الغطا بقى كده. فاضل معانا ثالث وصفه عملناها اللي كانت الارنبيط بالكمونيه. احنا الارنبيط كده استوى واللحمه استوت، هنحط بقى معلقه كمون، معلقه حلوه كده
وهنحط سن الثوم تاني فص بس واحد مفروم عشان يديني النكهه الفريش دي. هنقلبه. اللحمه دابت والقرنبيط استوى، ما تهراش علشان استوى على البخار، كان من فوق ما كانش نازل في اللحمه قوي. نغرفه بقى. ريحته شامم الريحه؟ الريحه خرافيه، الريحه بجد يعني. عملناه ازاي ده؟ شوحنا اللحمه، اديناها صدمه، رشينا عليها ملح وفلفل، واديناها صدمه وشلناها، ومكانها حطينا بصل شرايح رفيعه، وحطينا جزر شوحناه، فص ثوم مفروم، ملح وفلفل. رجعنا اللحمه تاني، حطينا عليها ميه يا دوب وصلت لحد ما غطتش اللحمه، بس كانت مغطيه ثلاث ارباعها، وغطينا عليها سيبناها نص ساعه. وبعد كده حطينا القرنبيط بعد نص ساعة على الوش من فوق من غير ما المية ما تكون مغطياه علشان خاطر ما يتهريش، وسبناها خدت كمان نص ساعة او 35 دقيقة. وبعد كده فتحنا عليها، حطينا الكمون، وحطينا توم فريش عشان يديلي النكهة اللي هي ايه بتاعت التوم اللي بتنعش دي، انا بحب التوم. الصوص بتاعه حلو جدا كده، كفاية. ننظف بس الطبق عشان ايه بجد عظيمة 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 عظيمة. كده احنا النهاردة عملنا القرنبيط بطرق مختلفة، وعرفنا ازاي نقدر ناكل فايدته بشكل مختلف وبطريقة مختلفة، وانا متأكدة انها تعجبكم. جربوها وقولولنا رأيكم ايه. وخلصت حلقتنا كده النهاردة، ونشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله. وزي ما قالت لكم الشيف، بتمنى ان شاء الله تكون الوصفه الجديده دي عجبتكم وتستفيدوا منها. تواصلوا معنا على رابط قناتنا، وشكرا.